طبعا زينب، اولى مساحتنا لليوم رح تكون مخصصه للجانب. عم بايام شهر رمضان المبارك كثير من العادات بتتغير فينا، سواء ناحيه الاكل او حتى التدخين. اكيد اكيد، وخاصه انه مثل ما قلتي هلا تحت الهواء فرح، انه بتلاقي وقت الافطار اللي بيكون صايم خلص يعني بده يخربها. طبعا زينب، اليوم رح نحكي بالتفصيل عن صحه الاسنان وكيف فينا نعتني فيهم. كثير من العادات الصحيحه يلي عم بتكون خلال شهر رمضان المبارك، وبالوقت نفسه في عادات كثير خاطئه. طبعا الامتناع عن التدخين وتناول السكريات ممكن يخلينا نعتني اكثر بصحه اسناننا وينعكس هذا الشيء علينا. زينب، اكيد رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم بالتفصيل. اكيد، وخاصه مثل ما قلنا انه في عادات خاطئه جدا عند بعض الناس، وخاصه بشهر رمضان، اضافه لاهمال الام الاسنان ممكن يسبب بعدين مشاكل كثير كبيره، خوفا من زياره الطبيب او الافطار بهذا الشهر بحالات مرضيه شديده. فاليوم نحكي عن العادات الخاطئه، اهمال طبعا الام الاسنان، مع دكتور جورج سركيس اخصائي بامراض الاسنان. رمضان كريم، مسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور، كيفك على شهر رمضان؟ الحمد لله، نشكر الله، ان شاء الله تكونوا انتم كمان بخير. الحمد لله، وان شاء الله يخف عدد المرضى. ما بدنا ناثر عليك، بس ان شاء الله يكون الجميع بيتمتع بصحه اسنان كثير منيحه. عم نحكي اليوم عن عادات يمكن كثير غلط عم بتكون بشهر رمضان المبارك بتاثر على صحه اسناننا. نسمع انه بيزيد عدد المرضى بشهر رمضان، ليش؟ شو السبب؟ هلا دائما الالم السني، او اذا نحن نفكر شو المشاكل بتصير بالحفره الفمويه، بدنا نكتشف انه هي شيء بيصير على مدار السنه، سواء خلال شهر رمضان او باي شهر اخر. بس نحن لازم نفكر ليش خلال شهر رمضان عم تزداد هيدي الحالات. نرجع نفكر، هل يا ترى الالم السني بيجي من عبث؟ لا، نحن عندنا مشاكل تسوس الاسنان، التهابات اللثه، او كميه البكتيريا الموجوده داخل الفم، هي كلها عوامل بتعمل مشاكل والام عند الشخص الطبيعي. فخلال شهر رمضان نحن بنلاقي هدول الحالات تزداد بسبب تسوس او التهابات، وحتى موضوع البكتيريا تزداد بسبب كمان اللعاب. نحن اللعاب بنلاقيه قل خلال الصيام. تمام، يعني نحن بشهر رمضان بيكون الشخص صائم بعد ساعات معينه وطويله تعتبر اليوم، واللعاب خلال الصيام بيقل، وهذا السبب بعدم وجود اللعاب بيؤدي عندنا بتزداد مشاكل التسوس، تزداد التهابات اللثه، وهون بنلاقي الاشخاص بيزيد الالم عندهم خلال شهر رمضان. يعني وخاصه دكتور، يعني بنعرف كثير من العالم انه برمضان بفيقوا ما بفرشوا اسنانهم خوفا من انه يفطروا، هو يعني اثبتت انه ما بيفطروا، يعني المعجون ما بيفطر الا اذا بلع او شيء. فكمان هي النقطه اللي حابين كمان نضوي عليها، او بعد الافطار كيف لازم نعتني بصحه الاسنان، خاصه بتعرف في حلويات في رمضان، في اكل دسم، فيعني كمان العالم اليوم كيف فيهم يوازنوا بين وجبه الافطار حتى كمان صحه الاسنان خلال الصيام ومع تناول لهالوجبات. اكيد خلال شهر رمضان على وجبه الافطار بنلاقي في تنوع كبير من الانواع، بين السكريات، نشويات، يعني كل انواع الطعام بنلاقيها موجوده، وهي انواع الطعام الشخص بياكلها خلال يومه الطبيعي خارج شهر رمضان بطريقه يوميه. يعني انا ما فيني اقول شخص ما بياكل سكريات ساعتين ثلاثه لازم يكون مخلص واجباته. تماما، يعني انا ما فيني اقول الشخص الطبيعي خلال يوم الطبيعي ما بياكل سكريات، ما بياكل نشويات، ما بياكل اي نوع غذائي، لكن الفرق خلال شهر رمضان انه هو عند الافطار بتلاقي فورا اكل كل هيدي الانواع. هيدي خليني اقول المفاجاه اللي بيعملها للجسم، هذا بيعمل مثل صدمه سواء للمعده او كل اجهزه الجسم، وحتى الحفره الفمويه بتتاثر، يعني بصير ما بقى بتعرف الوسط اللي هو موجود داخل الحفره، هل هو قلوي او حمضي، او انا هلا كيف لازم افرز اللعاب، او كيف لازم يكون طريقه تنظيف الاسنان، هيدي لحالها مشكله. وبنرجع بنقول هل يا ترى العادات المغلوطه اللي هي بتصير خلال الشهر بتساعد او لا بتضاعف؟ لا، هي المشكله عم تضاعف، سواء مثل ما حضرتك ذكرتي موضوع تفريش الاسنان، اضعف الايمان فينا نقول المضمضه، يعني اليوم صحيح. المي بتساعدنا حتى نكون عم نعدل المشاكل الموجوده داخل الحفره الفمويه. تمام دكتور، خلينا نحكي عن ابرز العادات الغلط بشهر رمضان. حكينا يمكن عن تناول كميات كثير كبيره ومتنوعه سواء من الماكولات او حتى السكريات، بالاضافه لعادات اخرى خاطئه ممكن الصائم يتبعها بدون ما ينتبه وما بيكون بيعرف انه هي ممكن تؤدي لتسوس او ممكن تؤدي لالام اسنان. اول نقطه رح اكد عليها هي موضوع تفريش الاسنان. اذا نحن خايفين نكون عم نفرش اسناننا صبح ومساء مثل او يعني هذا اضعف الايمان مثل ما بيقولوا بالنهار الطبيعي، خلينا قبل وجبه الفطور
وقبل ما يكون يعني عند انتهاء وجبة السحور كمان يكون في تفريش. يعني نحن هون تأكدنا انه انتهينا من الطعام ونكون عم ننظف كامل الجراثيم الموجودة داخل الحفرة الفموية. خلال النهار مغلط تكون بس على القليلة عم نمضمض حتى نرجع نعطي مثل انتعاش لداخل الحفرة الفموية، وهذا الشيء بيساعدنا كمان نتجنب رائحة الفم، وكمان نحن عم نرجع نظبط بموضوع التعادل القلوي الحمضي الموجود داخل الحفرة الفموية. كمان من العادات السيئة هي انه نحن بنودع دكتور الاسنان بشهر رمضان، يعني نحن خلال السنة بنلاقي في معاناة المريض يضل على متابعة، خلال شهر رمضان بيصير الخوف أضعاف لعدة معتقدات مخيفة مغلوطة ما بعرف كيف بدي اسميها. لكن خلال شهر رمضان لازم يكون التواصل بين الطبيب والشخص او المريض خليني اقول بطريقة اكبر، حتى يكون عم يتدارك الموضوع قبل ما يوصل لمشكلة تكون حل اصعب منه وممكن يحلوها بالفترة الحالية. نعم، يعني مثل ما قلت عادات خاطئة منا انه ما كتير في تواصل مع طبيب الاسنان المختص بأي مشكلة معينة، وحتى يعني التداوي عم بيكون من تلقاء نفسه للشخص حتى للأسف. بشهر رمضان ما عم يعمل مشاكل كتير. هلأ اللي عنده مشاكل أسنان وعم يعالج أسنانه وصدفت أنه بشهر رمضان لازم يتابع، تمام، شو بتنصحه؟ هلأ ممكن يصوم ولا إذا عنده التزام مثلا بشيء معين؟ لا ما عليه، إنه خليه أول شيء يطبب أسنانه ويتخلص من المشكلة حتى ما تتفاقم، وبعدين إنه ممكن يتابع عاداته، ولا ما بيأثر علاج الأسنان برمضان؟ هلا هون على حسب نوع الطبابة أو نوع العلاج اللي هو عم يتبعه المريض. يعني إذا كان مثلا في عنا علاج دوائي مترافق مع الفترة العلاجية، أنا هون مضطر كون عم بقول للشخص إنه الدواء هو أولوية تكون عم تاخده. لكن إذا ما في علاج دوائي ممكن نحن ندعم المريض ونساعده بفترة العلاج. يعني نحن إذا قادرين نعمل العلاج خلال وقت الإفطار فليكن ذلك، ليش لا؟ مهم المريض ما يوقف، يعني طبعا. دائما الحلول موجودة ونحن قادرين نكون عم نتعاون. ممكن في علاجات ما تكون هي تحتاج تخدير، أو إذا كان في عندهم بعض المرضى أنه خوف من التخدير، مع أنه ممكن التخدير ما يسبب مشكلة برمضان، لكن أنه ممكن نحن نلجأ لبدائل، ممكن ما يطي. يعني في أحيانا زيارة المريض للعيادة ما تضطر يكون في علاج، فيه حفر أو أشياء تانية، ممكن يكون بس وضع دواء معين أو نعطيه روتيني أو نعطيه دواء ياخذه وقت الإفطار يريحه. تمام. دكتور كنا عم نحكي انه من الشغلات الحلوة بعاداتنا بشهر رمضان يمكن ما مندخن لفترات طويلة، بس الغلط يمكن عم بيكون مضاعف لما بيكون بحل وقت الافطار وبيقدر الصائم انه يدخن. هون عم ياخذ يمكن مثل ما بنقول كميات كتير كبيرة من السجائر، وهذا الشيء يمكن بيسبب اذى مضاعف للاسنان. خلينا نحكي عن هي النقطة بالتحديد، لانه كتير من المدخنين يمكن مجرد ما عرفوا انه صار وقت الافطار قبل المي قبل الاكل بيشعلوا سيجارتهم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. دائما الاعتدال هو شيء منيح باي شيء بنعمله. فانا لما اكون صايم عده ساعات ومانع جسمي عن كل الامور حتى تجي ساعه الافطار، فبس تيجي ساعه الافطار واخذ هذا الشيء بكميات اكبر ما يمكن انا باخذها من النهار الطبيعي، هذا الشيء مسيء لجسمي، مسيء لصحتي ومسيء لذاتي. فالدخان، انواع الاكل، حتى اذا نحن اكلنا بكميات اكبر ما نحن بناكلها من النهار الطبيعي هذا بيعمل لي اذيه، فما بالك الدخان اللي هو بالاصل ممكن يكون فيه اذى لجسم الانسان. فانا لما عم باخذه بجرعات عاليه كمان انا عم بعطي شيء جرعات عاليه من السميه لجسمي، فبالتالي انا اثرت عليه بشكل كثير كبير. يعني كل شيء مثلا خليني اقول في اشخاص بتعتقد بهالطريقه انه انا صمت كل النهار وما دخنت فانا نظفت. لا انا نظفت مو عوضت، بدي انا عملت مثل تنظيف. لا، هذا التنظيف خلال ساعه الافطار، اذا انت رجعت دخنت بدال السيجارتين 10 انت هون عملت اساءه لجسمك. طب دكتور كمان يعني خلينا نحكي عن بعض العادات الخاطئه، مثلا كمان وقت الافطار في ناس عندها عادات بتاثر على الاسنان مثل بيشربوا مي وليمون دغري فورا، او بيشربوا مثلا مي مسقعه او عصير فيه كميه من السكر كثير كبيره، وبعدها بصير في عندهم حساسيه او الم بالاسنان. كمان هي العادات الخاطئه، او بحسوا انه دابت شوي المينا او شيء من السن بسبب الحمضيات الموجوده بالديتوكس اللي عم ياخذوه، فكمان خلينا نصحح هي المعتقدات حفاظا على الاسنان. نرجع بركز على نقطة الاعتدال بكل شيء بناخذه. اليوم الليمون او السكريات اللي هي موجوده بالاطعمه او المشروبات هي موجوده باي اكله او اي طعام طبيعي نحن بناخذه، لكن الطريقه اللي عم ناخذها فيها والجرعات اللي نحن عم ناخذها فيها هون تلعب دور. يعني انا مثلا مي وليمون منيح، كلنا بنشرب ليمونات كنا بوضعنا الطبيعي، لكن بعد المي والليمون شوفي
انا هل يا ترى تركت هالمي والليمون بتمي وعلى اسناني، او ممكن اقوم فرش اسناني، او ممكن مضمض، او ممكن اكل شيء يعدل هذا الشيء، يعني هذه الحمضيه اللي صارت جوا الحفره تماما. الفمويه. فهي دائما فكر انا بعد هيدي القصه، اذا انا بالفعل رايد اني اكون عم بشربها، كيف بدي ظبط؟ كيف بدي اكون عم بتدارك الموضوع؟ هون كل القصه بتوقف. دكتور، كثير من الاشخاص بيسالوا كيف فينا نعتني باسناننا بطريقه صح، خاصه للاشخاص يمكن اللي بيعانوا اساسا من بعض المشكلات. البعض بيقول المضمضه هي كثير منيحه، البعض الاخر نستعمل الخيط بعد الفرشاي. خلينا نعرف طريقه صح للاشخاص اللي بيتمتعوا بصحه اسنان سليمه، وكمان للاشخاص اللي عندهم بعض المشكلات. هلا طبعا نحن هون صرنا عم نحكي بالوقايه من طبعاً. بعض المشاكل اللي علاقه بالمشاكل السنيه والالام السنيه دون الحفره الفمويه. دائما القصه بتبلش عند الطبيب، يعني خلينا نكون عم نركز انه انا مراجعتي للطبيب اللي هو عم بيعطيني التشخيص المناسب الموجود داخل فمي مثل ما بيقولوا، هو بيعطيني كيف انا ممكن عم بعمل وقايه، ممكن تفريش، ممكن في اشخاص يكون استخدام الخيط لانه مسيء، يعني عندهم التهابات او عندهم مشاكل، فانا بالتالي ما فيني اقول لهم من بعيد انه استخدموا الخيط السني ما بين السني وانتم روحوا وعندكم مشاكل لثويه، لا، بدنا نعالج المشاكل اللثويه بعدين بنقول له طريقه العلاج. فبس نراجع الطبيب ويعطينا الطريقه الصحيحه للعنايه، هون بتبلش الخطوات التاليه. بس نحن كمان ما فينا نقول التفريش الاساسي 3 مرات بالنهار، يعني اقل شيء نكون نحن عم ندير بالنا انه ما عم ناكل كميه سكريات، وانا ما رجعت مثلا فرشت او مضمضت بمضامه معينه، مثلا انا عم بشرب في شيء فيه حمضيات ما رجعت انا كمان عدلت هيدي الحمضيه، يعني كل هدول الامور خلينا نعتبرها صارت اساسيات نعتبرها ونفكر فيها خلال يومنا العادي. نعم، نصائح عامة وأخيرة لكل اللي عم بيتابعونا بشهر رمضان أو حتى لبعدين للعيد كمان، خلينا نسبق. نصائحنا الطبية بخصوص طب الأسنان، رح أقول شغلة إنه العناية بالأسنان أو الوقاية من مشاكل الأسنان ما رح توقف بشهر رمضان، هي عملية متتالية خلال السنة. أنا قبل رمضان لازم أكون عم تابع صحتي الفموية، خلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان لازم ضل عم تأكد إنه أنا بصحة فموية جيدة. يعني أنا ما فيني وصل لشهر رمضان وانا ماني رايح عند دكتور اسنان، بس مينيموم اني اروح عنده اتاكد هل يا ترى عندي مشاكل، مشان اتدارك الموضوع، ما اوصل لنهار معين خلال الشهر موجوع او في عندي الم خايف روح عند دكتور اسنان، معلش خليني اروح اطمن ارتاح، لانه الالم السني اللي بيصير بشهر رمضان هو مانه وليد لحظه. صحيح. هو شيء متراكم. واخيرا ما فيني اقول غير كل سنه وانتم سالمين، بينعاد على جميعنا بكل صحه وخير وشهر مبارك لكل سوريا والاشخاص الموجودين فيها. ينعاد عليك بكل خير. آمين. شكرا كثير لك دكتور، ونتمنى لك بقيه نهار كثير حلو، وشكرا للمعلومات اللي قدمتناها. نتمنى فعلا الناس ما تنتظر لشهر رمضان لحتى تفحص اسنانها وتشوف شو عندها مشاكل وتعالجها.